ازيكم يا حلوين، معاكم جانا. النهارده هنتعلم ازاي نطبق شربات كل الشربات اللي في البيت بسرعه الصاروخ، بسرعه جدا، علشان تبقى شرباتنا مرتبه، تبقى حلوه، بتاع بابانا، بتاع مامتنا، بتاع اخواتنا، كل حاجه. وقبل ما نبدا الحلقه بتاعت النهارده، متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، تعالوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. يلا نبدا. اول حاجه هنجيب الشربات اللي احنا هنطبقها، جديده سواء جديده قديمه، اي حاجه اللي متوفر عندكم. شايفين بقى انا عندي كم شربات يعني متركبه. احنا بقى نتعلم ازاي نطبقها. هنجيب اول شراب احنا هنطبقه، هنطلعه من الكيس بتاعه، يا اما انتوا بقى يكون يعني قديم كده. اول حاجة هتفتحوه كده، تفتحوه علشان الكعب ده يكون جوه كده، وهتعملوا برضو التاني نفس الشكل، تفتحوه برضو وتظبطوه بقى على قد ما تقدروا. بعدين هتحطوه فوقيه كده، بعدين تتنوا الحتة دي وكده، والناحية التانية برضو، بعدين بتحطوه كده وبتمطوه شوية. بعدين بتفتحوا هنا بتلاقوا كده يعني ايه حاجة، بعدين بتقوموا ندخلها، تقوموا بقى مظبطينه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بقى مرتب وحلو. تمام، انا هوريكم كمان شراب بنفس الطريقة عشان تعرفوا تركزوا قوي. زي ما انا قلت لكم تفتحوه علشان الكعب يكون جوه، علشان لو سبتوه يبقى شكله مش ظريف، مش هيكون مربع. تمام، وهنعمل برضو الناحية التانية، وهتحطوه بالشكل ده، وتتنو الحتة دي والناحية التانية برضو. بعدين هتحطوا يعني الشراب يعني بكامله، يعني تحطوه كده. بعدين بتفتحوا دي وتلاقوا حاجة، وبعدين بتدخلوه علشان يفضل ثابت ما يتفكش. تمام، احنا بقى هنجيب دلوقتي شرابات، يعني شراب بتاع بابانا او مامتنا. يعني انا بشرح لكم في شراب اكبر شوية، لان ممكن يكون الناس عندهم يعني شرابات صغننة خالص، يا اما شرابات كبيرة فما يعرفوش. فانا برضو نفس الطريقة، بس حلو. الطريقة دي برضو بتنفع بس لحاجات القطن، لكن الحاجات الكبيرة ديت يعني مش هتقدروا تدخلوا، هتبقى كبيرة قوي. فدي الطريقة دي بتكون احلى للقطن، يعني شرابات القطن اللي قماشها خفيف. تعملوا برضو بنفس الطريقة، والناحية التانية برضو، ايه قصدي الفردة التانية، سوري، وهتحطوه بالشكل ده، وهتتنو الجزء ده والجزء التاني، والشراب بقى كامله هتعملوه كده وهتدخلوه ناحيتي. وتظبطوه وبس. وانا هجيب لكم شراب بتاعي، بس ايه كبير يعني بتاع الشتاء،
هفتحه معاكم. تمام، تفتحوا برضو بنفس الطريقة. تظبطوه وبرضو بتعملوا الناحية الفردة التانية بغلط فيها. الجزء ده والجزء التاني وبرضو باقي الشراب بتتنوه بالشكل ده، وبعدين بتدخلوه في المكان اللي بيبقى جوه ده، تلاقوه في مكان كده تدخلوه فيه اللي هو هيكون جوه الأستك بتاعه. تمام، بقى مرتب وحلو. دلوقتي شايفين شكله أحلى بكتير، شايفين بقى مرتبين ازاي. احنا بقى هندخله، انا قصدي هنحطه في المنظم بتاعكم، يا اما في الدرج بتاعكم، يا اما في المكان اللي انتوا بتحطوا فيه الشرابات بتاعتكم. انا بحطه في منظم. هترصوا، هتبتدوا ان انتوا ترصوا الشرابات بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي، مرتب وحلو. وما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.